بمناسبة إن احنا خلال يومين هنحتفل بعيد الحب، سلام تحب توجيهها لكل اتنين بيحبوا بعض؟ هابي فالنتاين لكل اتنين بيحبوا بعض، لكل أب وأم بيحبوا بعض، لكل ولاد ولد وبنت بيحبوا بعض، لكل حاجة في الدنيا من ذكر وأنثى بيحبوا بعض. هابي فالنتاين. مين أكتر حد بتحبي تهديه الحب والجمال اللي حضرتك فيه ده؟ ربنا يخليكي، كل اللي قريبين مني وكل اللي بيشعوا بالحب حواليك. ايه اكتر حاجه بتحبي تقدميها للي قدامك ودي تكون رمز للحب؟ كلمه حلوه حب، كلمه طيبه حب، ورده ملمسها حلو ورقيقه. الورد رمز للحب لانه لما تمسكي الورقه كده هتلاقي ملمسها مختلف، حاجه رقيقه جدا، فما فيش ارق من الورد في الدنيا. انا اسمي فارس وليد، مطرب في الاوبرا معهد موسيقى، بحب اهدي بمناسبه الفالنتين الاغنيه دي لاي اتنين بيحبوا بعض. بغير من عيني وانا شايفك، وده اللي وصلت لي، لو اسمع اسمي بشفايفك بقول لي قرري، وعمري ما هقدر اوصف لي بحبك قد ايه. لو تطلب عمري كمان هديك سنين الجايه، وهكون راضي وفرحان، انت اللي وجودي جنبي حسسني ان انا انسان. بتهدي الاغنيه دي اللي بدي دي يعني بصي اي اتنين بيحبوا بعض، كل الناس في حياتي. انا بهديها طبعا لرقم واحد والدتي امي حبيبتي يعني، ومنة دي الانسان اللي انا بحبها وبنت عمي ان شاء الله يعني. ربنا يخليك. بمناسبة عيد الحب بتقولي لكل اتنين بيحبوا بعض ايه؟ اقول لهم كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى مصر كلها. مين اكتر حد في حياتك بيستحق الحب؟ ولاد اخويا. اشمعنى؟ عشان انا ربيتهم وكان اخويا الوحيد فاولاده انا ربيتهم. طيب ليه احنا بنختار الورده كرمز للحب؟ الورد ليه بنختاره كرمز للحب؟ لان اتولدنا على الورود وعلى الحاجات الحلوه فبقى رمز للحب. بشكر حضرتك جدا. يا رب تعجبك. اهداء بقى لموقع النجوم الفن، تحب تقول لهم ايه؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ونورتوا عرض قمر الغدو، ويا رب ينول اعجابكم، وادعوا لنا كده ان النجاح ده يدوم، وكل حبايبنا اللي موجودين يبقى فيهم كل الخير والسعاده والتوفيق للجميع.